وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام، بخصوص المعابر اللي فتحت زيارة العيد. طبعا تواصلنا، أغلب الناس سألوني يا أخي أبو حمزة، هذا اللي كملك واقف، هذا القاصر، إذا الأب نزل مع الأطفال دون الأم شو ممكن نتصرف؟ طبعا سألنا هاي الأسئلة الأستاذ فايز القاطع مدير معبر تل أبيض، وحاليا هو راح يجاوبنا عليها. بعث لي صوت، الله يجزيه الخير وأوجه له تحية والله يكتب أجره من هذا المنبر. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك أستاذ فايز؟ الوثيقة 99، الوثيقة الموكم لك أصفر وثيقة، يصير ينزل عليها إجازة بهي إجازة الزلزال؟ وشو الموانع، شو الشيء الممنوع أنه يعني يحجب عني الزيارة مثلا؟ في ناس تسأل وأنا عم بنزل في هذا الأمر منشور، فبدي كلام موثوق من حضرتك يعني كونك مدير معبر تل أبيض. الله يجزيك الخير، معك محمد أبو حمزة. إيه الوثيقة، إيه الورقة يصير، بس مو ورقة النفوس. نعم يصير، أهم شيء أنه ما يكون الكملك موقوف، يعني مفقين الكملك، هاي أهم نقطة. اثنين، الأب والأم في حال أحد الوالدين ما يجي لازم ينطي بالنوتر وصاية، هاي أهم النقاط اللي بالنسبة للعيلة. حدا من الشباب القصر مو موجود زاد يمنع الزيارة. الله يجزيك الخير ويكتب أجرك يا أستاذ فايز. طبعا هاي تواصلنا مع الأستاذ فايز القاطع الله يجزيه الخير وجاوبنا. الوثيقة 99 يصير تنزل عليها إذا مي واقفة، ها الكملك الواقف ما يصير حسب ما وافانا بهذا الأمر، الله يجزيه الخير. أي حد عنده سؤال استفسار اترك تعليقك أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم.